تحياتي كل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. الاستاذ المنيسي والكابتن عادل القيعي او المهندس عادل القيعي جابوا اكبر صفحه لنادي الزمالك على السوشيال ميديا على الفيسبوك، وكاتبه بوست او منزله بوست مش فيك، ده بوست بعيد كل البعد. حتى لما بتيجي تزور فاشل في التزوير، حتى لما بتيجي تدلس فاشل في التدليس. جايبين اكبر بيدج لنادي الزمالك وبيقول لا خير فينا ان نسينا سنة 1905 نادي الزمالك فاز على النادي الاهلي بنتيجة 8-0، وحمادة امام سجل في يعني النادي الاهلي 3 اهداف او 4 اهداف، وده خد هاتريك وده خد سوبر هاتريك، والنادي الاهلي يعني كان فضيحة ولا خير فينا ان نسينا. فعلق المنيسي والقيعي على هذا البوست الفيك مش فيك، هو بوست حقيقي، ولكن ازاي يقنعوك ان دي حقيقة؟ يعني حتى وانت بتزور فاشل في التزوير. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف القيعي والمنيسي قالوا ايه، وتعالوا لي تاني عشان هنقول كلام كتير يعني وراء هذا البوست ووراء هذا الامر بشكل عام. واذا كان اعلام الزمالك نفسه بيدلس، الاعلام الرسمي لنادي الزمالك بيدلس، فما بالك بالصفحات الكبيره اللي المفروض تابعه لنادي الزمالك وبتقبض من نادي الزمالك. بس قبل ما تشوف الفيديو حبيبي واخويا الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف المنيسي واخويا قالوا ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. احنا بنتكلم على اللي حصل. بصوا يا جماعه، اسوأ حاجه حاصله تزييف التاريخ. تزييف التاريخ حاجه تضحك بجد، بالذات في استغلال التزييف الساذج، في استغلال السوشيال ميديا واستغلال هذا النشر غير المراقب وغير المتابع وغير المسؤول. فكل شويه تلاقي نبش في التاريخ ويقول لك الزمالك كسب الاهلي سنه كام 20-0، ودور انت. انما ممكن حتى التاليفه تبقى فيها قدر من المعقوليه شويه. لكن اما توصل لدرجه ان احدى الصفحات اللي هي بتتكلم عن نادي الزمالك الشقيق تقول لك بصوا اللقطه دي، حماده امام في مواجهه عادل هيكل، المباراه اللي الزمالك فاز فيها على الاهلي 8-0 يوم 9 نوفمبر. بص بقى ايه معانا في التوثيق والتدقيق، في 9 نوفمبر 1905 تسعة، هم حاطينها بمناسبة نوفمبر، قال لك عشان تبقوا واخدين بالكم في 9 نوفمبر 1905 الزمالك فاز على الأهلي 8-0. وادي اللقطة من المباراة، حمادة إمام في مواجهة عادل هيكل رحمة الله على الجميع. حافظ الله الزمالك والوطن. وبص الجملة بقى، لا خير فينا إن نسينا. أنا هاخد الجزء الأول، لا خير فينا إن كذبنا. لا، إن قلنا الحقيقة. إن قلنا الحقيقة. ما هو كده خلاص. بص يا جماعة بقى، أنا بقول لكم بقى المنطق الغريب. كان ممكن نقول هو حمادة إمام إزاي لعب 1905؟ ده تقريباً والده ما كانش اتولد. يعني والده ايه؟ الناديين ما كانوش اتولد. ايوه، ما انا بقول لك كان ممكن، بس بقيت الجمله كان ممكن نقول انه حماده امام اللي في الصوره ده اتولد سنه 1943، يعني 1905 ما كانش موجود والده، مش هو كمان. الكابتن عادل هيكل الله يرحمه حارس المرمى اتولد 1934، يعني كمان ما كانش موجود اصلا في الدنيا. المنتج زي ما المهندس عادل بيقول الناس فات على دماغها، الاهلي أسس 1907، الصورة دي 1905، والزمالك 1911، والزمالك 11 أو بعد كده، يعني لسه مش متأكدين من يعني أنتم متخيلين إنه يتم تزييف التاريخ بهذا القدر ويتقال إن لا خير فينا إن نسينا، إن نسينا الفبركة أو نسينا التزييف. لأنه أنت لما تقول إن 1905 الزمالك فاز على الأقل 8-0، ده كلام فعلا هناخدها يضحك. لا، ما هناخدها بمحمل الدعابة، لا يمكن ان انسان مدقق يقع في هذا الخطأ يا استاذ ابراهيم، الا اذا كان ملوش دعوة بالكورة. يعني
اذا كان الاعلام الزملكاوي بيدلس وبيقول لك ده شيكابالا هو الاسطوره، يا عم شيكابالا مين المشلول ده، هو اسطوره منين؟ ده واد قليل ادب وبيعمل كده وبيعمل كده لجماهير نادي الاهلي وبيشاور لهم على الجزمه، هو ده اسطوره؟ الاسطوره ان هو يشتم ويرفع الحذاء لجماهيره، او يشتم رئيس ناديه، او يقول له هتبعك، او يقول له هحطك مش عارف على ايه، هو ده اسطوره؟ فاذا كان جماهير نادي الزمالك بتقلس بتقلد رئيس ناديها وبتقلد الاعلام بتاعها، فشيء طبيعي ان هو يكذب. اذا كان يا ابني انت وهو سنه 1905 ما كانش لسه اصلا انشئ نادي الاهلي، ولا كانش انشئ نادي الزمالك، واللعيبه اللي انت بتحكي عليها دي ما كانتش اصلا اتولدت. يعني واحد مولود سنه 1935، واحد مولود 1945، انت بتقول 1905، ده 1905 انت عارف سنه كان في احداث ايه؟ ما كانش لسه اصلا في لعب كوره في مصر، ما كانش لسه اصلا انشئ نادي الاهلي ولا نادي الزمالك، ولكن ضحك على الدقون، ضحك على الناس الغلابه، والعيال الهبله تاخد وتشير، ما تفكرش بمخها قبل ما تشير البوست، او قبل ما تعمل لايك على البوست، او قبل ما تعمل انيموشن ضحك وواو، لا شير وقلس وقلب وقول اي كلام ملوش اي لازمه، وهلب في الكلام وهلب في الحقايق. هو ده اسلوب جماهير نادي الزمالك اللي اتخذوه من ادارتهم. اتفرج كده يا باشا على قناه نادي الزمالك، تسمع العجب وتسمع العجاب، يقول لك بالرغم من كل الكوارث اللي بتحصل في نادي الزمالك دي، اداره النادي الاهلي لازم تيجي تتعلم الاداره من مرتضى منصور. مرتضى منصور اللي غرق نادي الزمالك وبهدله وجاب عليه عقوبات من كل حته في الدنيا، اداره النادي الاهلي تيجي تتعلم، وبيقول لك على شيكابالا اسطوره ومفيش اسطوره بعده ولا قبله. يعني حسن شحاته مش اسطوره؟ حسن شحاته اللي اسطوره في التدريب واسطوره في اللعب مش اسطوره بالنسبه للزملكاويه، شيكابالا هو اللي اسطوره. عمرك شفت كده؟ ده شيكابالا ده حسن شحاته كان بيعمل كل حاجه في الكوره. حسن شحاته كان دينامو، كان حاجه كده عفريت في الملعب. شوف عفريت في الملعب بالنسبه لنادي الزمالك، لما كان طبعا النادي الاهلي طبعا كابتن خطيب ده اسطوره الاساطير واحرف لاعب في مصر وفي افريقيا في توقيته، ولكن انا بتكلم على الزمالك والزملكاويه والاسطوره. ده حسن شحاته ده كان حاجه كبيره في الكوره، راح عمل قلبان في الكويت، والراجل كان هنا في مصر عامل قلبان. تشيل كل تاريخ حسن شحاته وتحط شيكابالا اسطوره، عايز تعمل اسطوره وهميه من لا شيء، لكن هذا امرهم. لكن تيجي تدلس في الارقام وفي الحقائق، يجي الواد الفخراني على قناه نادي الزمالك يقول لك اكتر لاعب مدافع جاب اهداف محمود علاء، اكتر لاعب وسط ملعب جاب اهداف مش عارف مين، كلهم مطلعهم زملكاويه، ويعمل اي حاجه عشان تبين ضحك على الدقون. يا حبيبي المهم ان انت في الملعب فينك، اهدافك فين، بطولاتك في افريقيا فين، ليك كام سنه ما رحتش افريقيا، بتتكلم على الفار ومش الفار، والفار اداك بالاحتواء واداك بالبتاع والخطوط المايله والاسلوب الرخيصه الغير محترمه، كل ده لازم جماهير نادي الزمالك تتعلم من الاداره بتاعتها. هو بياخد من الاداره، هو الكذب عنده بقى مش وسيله ولا غايه، بقى اسلوب حياه. انا هكذب 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 حتى لو انا عارف ان انا كذاب عشان الناس تصدق الكذب بتاعي. هتقول لي برضه برنامج زي ملك وكتابه يجيب بوست على الفيسبوك؟ اقول لك اه يجيب. ليه؟ اقول لك ليه. لما انا الاقي صفحه كبيره لنادي الزمالك او تابعه لنادي الزمالك او بتقبض من نادي الزمالك ومنزله بوست زي كده كله كذب وزيف وتضليل، والاقي الاف الكومنتات عليه والاف الشيرات عليه، لازم اقلق. ازاي انت ولما الاقي ناس مش مدركه ومش واعيه وما عندهاش فطنه وفكر وفهم ان 1905 ما كانش لسه في نادي اهلي ولا نادي الزمالك، وتدعي ان نادي الزمالك فاز على النادي الاهلي 8-0 والناس فرحانه ومبسوطه، لا لازم اضع النقط على الحروف واحط ايدي واقول الناس دول كدابين، والناس دول متقلس وبتهبل وبتهبد، ما فيهاش حل تاني وما لهاش حاجه تانيه. ولازم اي حد لما يلاقي اي حاجه فيك لا لازم نوضحها، زي ما احنا بنرد ناس كتير ترد. ده الامر اللي بيتعلق بالبوستات الفيك اللي بتطلع من حين لاخر، مش قادر يعمل بطوله لنفسه، بيعمل بطولات وهميه من وحي الخيال، وعارف ان في ناس هبله هتمشي ورا كلامه، اللي يعني اللي المفروض هو يعي او يدي
نوع من انواع الفهم لنفسه قبل ما يكتب البوست، يعرف ان النادي الاهلي كان اسس 1907 ونادي الزمالك 1911. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفنا اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.